مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. في 6 أغسطس أعلنت وكالة لوك ستوديو التابع لها لي جي ووك أن لي جي ووك سيقيم حفل المعجبين الخاص به لوكين في 28 سبتمبر في ميونغ هوا لايف هول في سيول. في حفل المعجبين القادم سيقدم لي جي ووك أكثر من 10 عروض حية، مما يجعل الحدث فريدا مقارنة باجتماعات المعجبين السابقة، ويأمل الممثل في خلق تجربة لا تنسى للمعجبين الذين يحضرون الحفل. بالإضافة إلى ذلك سيشارك لي جي ووك في كل جانب من جوانب حفل المعجبين، بما في ذلك التوجيه والتخطيط والتأليف وتصميم المسرح. علاوة على ذلك سيعقد لي جي ووك اجتماع المعجبين لوغين في 25 أغسطس في أوميا سونيك سيتي هول في سايتاما اليابان. صرح ممثل من وكالته: مع أخبار حفل المعجبين أصبح كل من المعجبين المحليين والدوليين أكثر حماسا، نظرا لأن هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها بمعجبيه منذ حوالي عام وستة أشهر منذ جولة لقاء المعجبين فيرست، فنحن نبذل قصارى جهدنا للتحضير لذا يرجى التطلع إليها. اكتسب لي جي ووك شعبية على المستويين المحلي والدولي من خلال أدواره في مسلسلات شعبية مثل Alchemy of Souls على قناة تي في أن و Extraordinary You على قناة NBC و Search WWW على قناة TVN، ومن المقرر أن يلعب دور البطولة في المسلسل التاريخ القادم لنتفليكس هونغ رانغ. ستكون تذاكر حفل معجبي لي جي ووك لوغين في سيول المتاحة للشراء على انتر بارك تيكتس بدءا من الساعة 8 مساء بتوقيت كوريا يوم 20 أغسطس. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيويغاسيو كومسامنيدا.